لكن بشكل عام يمكن كل دولة بيكون ليها عاداتها وتقاليدها المتعلقة بالاحتفال بالأعياد وتحديدا عيد الأضحى المبارك، ولكن في دول معينة مميزة قوي في طريقة الاحتفال بيها، مثلا دولة جزر القمر، ودي دولة فيها نسبة كبيرة من المسلمين، هتلاقوا العيد هناك ليه مذاق خاص جدا. اشمعنى؟ هناك بينظموا حفلات لممارسة المصارعة الحرة، يعني يجي العيد من هنا وتلاقي يبتدوا حلبات المصارعه تتكون، ويبقى في مسابقات وحاجات زي كده، وفي منافسات شديده جدا بين المصارعين عشان الهدف من وراها الفوز بكاس المصارعه، ودي طبعا من الاحتفالات المميزه جدا لعيد الاضحى في دوله الحقيقه يمكن كتير مننا ما يعرفش كتير من التفاصيل المتعلقه بيها. خليني اقول لك برضو من العادات المختلفه في العيد والدول اللي بتحتفل فيها، خلينا نروح لتقليد برضو مرتبط برياضه بس في نيجيريا. هناك بتختلف بقى الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك عن غيرها من بلدان افريقيا، عادات وتقاليد بتنفرد بها نيجيريا هنا، زي هنا بقى اجراء سباق يا كريم للخيول، وهي متزينه بطريقه كده تقليديه، ده بتكون خلال ايام العيد، وبتكون المسابقه دي بين برضو محاربين العائلات. يوم العيد ده بيعد عطله رسميه في نيجيريا، وبتقام خلاله احتفالات خاصه، وبيخرج الرجاله فيها الصبح في العيد بعد طبعا استنشاق الهواء وفي الادغال وغيره، وابتدوا بقى ركوب الخيل الناس بتعيد في الغابه.